السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم، نحييكم ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة. نناقش اليوم تداعيات اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس صالح العاروري، وسيكون معنا في هذه التغطية عبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي رائد أبو بدوية، وعبر سكايب أيضا لكن من أم الفحم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني صالح لطفي، وكذلك سينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد. فاصل قصير ونبدأ التغطية، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد، نبدأ هذه التغطية التي خصصناها لآخر المستجدات وردود الفعل التي تبعت عملية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت. والبداية ستكون معك ضيف عبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي رائد أبو بدوية، يعني لماذا العاروري ولماذا جرى اختيار هذا التوقيت على وجه التحديد باعتقادكم؟ العاروري هو نائب رئيس المكتب السياسي للسيد اسماعيل هنية، وهناك تهديد مسبق من قبل الحكومة الإسرائيلية وأجهزة الأمنية الإسرائيلية في اختياره. أعتقد التوقيت هو المشكلة اللي حاول فيها نتنياهو، بعتقد اولا الهروب من فشله العسكري في قطاع غزه، يعني اكثر من 80 يوم ولم يحقق اي من هدف عسكري، بالعكس هناك خسائر عسكريه وبشريه كثير في الجيش الاحتلال. نعم. ايضا هناك عدم تحقيق لاي اهداف متعلقه بقدرات حماس العسكريه، واللي اثبتت كل فتره والثانيه في ضرب صواريخ على الكيان الاسرائيلي. ايضا فشلوا في موضوع تحرير ما يسمى بالأسرى الاسرائيليين الموجودين بقطاع غزه. انا بعتقد بحاول الهروب الى الامام من خلال تصعيد الجبهه اللبنانيه، وقد يكون ايضا تصعيد منطقه الشرق الاوسط، واعتقد انه هدفه من هذا الموضوع ممكن يكون على الغالب اللي هو اقحام الولايات المتحده الامريكيه في هذا الصراع مباشره، حتى يحقق إنجازات عسكرية بمساعدة المتحدة الأمريكية في دخولها للصراع مباشرة، سواء في لبنان أو لاحقا في ممكن في تدخل إيراني معين أو غيره. أنا بعتقد أنه نتنياهو في استمراره لهذا العدوان هو يخاطر في الجيش الإسرائيلي، يخاطر في الاقتصاد الإسرائيلي، يخاطر في حتى في الشرق الأوسط عموما، ولا يهتم بالمخاطرة في اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط في سبيل الظهور في مظهر وهمي أو نصر وهمي. لا. يحقق عبر اغتيالات، وهو يعلم هو ومنظومته الأمنية تماما أنه الاغتيالات وسياسة الاغتيالات اللي اتبعتها إسرائيل طوال فترة زوال الاحتلال وما قبل الاحتلال من 48 لليوم، كل سياسة الاحتلال لا تحقق الغاية التي يتمناها الجيش الإسرائيلي. كلما اغتالوا قائد سياسي يخرج عشرات بدل هذا القائد السياسي، ولن يحقق النتيجة على المدى البعيد. أستاذ صالح لطفي ضيفي من أم الفحم، دعني أخذ وجهة نظرك في السؤال نفسه عن دلالات اغتيال صالح العاروري في هذا التوقيت، لماذا في هذا التوقيت بالذات؟ تفضل. السلام عليكم أخي الكريم والضيوف الكرام والمشاهدين الكرام. باعتقادي أن هناك 5 أهداف سعت المؤسسة الإسرائيلية والعسكرية لتحقيقها في ظل هذه الحرب، ابتداء من المسعى المحموم للحصول على مشهد نصر سعت إليه إسرائيل منذ 8 أكتوبر الفارط وإلى هذه اللحظات، ولم تستطيع أن تحققه في قطاع غزة، فرأت من الضروري بمكان تحقيقه ولو في الخارج من خلال التهديدات التي أصدرتها المؤسسة الأمنية العسكرية والسياسية، وبالتالي هذا هدف أول. نعم. ترك تداعيات إيجابية جدا لدى الشارع الإسرائيلي، وكل متابع للفضائيات الإسرائيلية والإعلام الإسرائيلي الراديو المسموع المقروء
ومنصات التواصل الاجتماعي يشعر بهذه الحيثية. الأمر الثاني أن إسرائيل أرادت أن ترسل رسالة إلى المقاومة في قطاع غزة بأن امتدادها الخارجي المتمثل راهنا في رمز عسكري وسياسي في الوقت ذاته كالشيخ العروري يمكن الوصول إليه، وبالتالي قطع دابر العلاقة القائمة وقد تكون المتوهمة بين إسرائيليا طبعا بين الداخل والخارج بين الداخل والخارج. الأمر الثالث هو أيضا لما أسميه الأنا العسكرية والأنا السياسية داخل المؤسستين الأمنية والعسكرية. نتنياهو يبحث عن مخرج، وكذلك هاريتسي هليفي يبحث عن مخرج، وأخيرا ورابعا الموساد الإسرائيلي الذي شوهت صورته إضافة إلى الشباك وسعى إلى تحقيق مكسب. واليوم سمعنا قادة الشباك والموساد يتحدثون عن منخن ثانية في العلاقة مع الفلسطينيين تكرارا لما حدث في سبعينات القرن الماضي. وأخيرا اسمح لي بالكلمة الأخيرة أن هذا أيضا هو يشكل مكسب سياسي صافي لنتنياهو في صراعه المحموم سياسيا مع الداخل سواء الأحزاب اليمين أو الليكود. نعم، ألا يعد استهداف العاروري أستاذ رائد ألا يعد مخاطرة من الاحتلال؟ أقصد توسيع دائرة الحرب، أم أنه يعني الاحتلال يعلم سلفا أن هناك ردود فعل متوقعة ستكون بمثابة النتيجة لفعلته هذه؟ يعني نتنياهو يعلم أنه يخاطر، وأعتقد يعلم أنه في هناك تهديد مسبق من قبل السيد حسن نصر الله في موضوع الاغتيالات داخل لبنان، وأنا بعتقد أنه هو يخاطر في ذلك ويراهن ممكن على إقحام الولايات المتحدة الأمريكية في أي تطور وأي تصعيد في هذه العمليات العسكرية في الجنوب. ولكن أنا أتوقع أن تكون ردة الفعل حزب الله في جنوب لبنان، أعتقد أن هذا راح تكون رد يرقى لمستوى الحدث، يعني بعتقد أنه راح تكون رد قاسي على 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 الكيان الإسرائيلي. والقرار والتقييم فيما إذا كان هذا نجاح بجوز يعني ردا على ضيفك أنه نجاح سياسي ومكسب سياسي لنتنياهو، بعتقد يتوقع على تطور الأحداث، على ردة فعل حزب الله في الجنوب وعلى تطور الأحداث حتى نرى هل فعلا هذا الاغتيال اللي نفذ إسرائيل هو مكسب سياسي لنتنياهو ومكسب سياسي لإسرائيل أم لا. أنا بعتقدش أنه يعني لسه الأمور متصاعدة، ممكن يكون في أحداث طارئة في الموضوع، خاصة أنه في اليوم تفجيرات أيضا في إيران، بعده مش متأكد هذه التفجيرات هي بأيدي إسرائيلية أو لا. أنا بعتقد أنه المنطقة كلها متوترة، وما زال التوتر هو هذا الاغتيال بهذا التوقيت. لا يمكن التكهن بشكل دقيق أنه إلى أي مدى ستتصاعد هذه الأمور، مين الأطراف اللي ممكن يدخلوا على هذا الصراع، هل حزب الله فقط سيدخل على الموضوع، هل إيران ستحرك أيضا يعني نفسها، هل أمريكا ستتحرك إذا تدخلت إيران. الموضوع كله متوتر ويعني حساس جدا. لكنها إيران سبق وأعلنت في أكثر من مرة أستاذ رائد، وقالت أنها لن تتدخل وأن هذه المعركة هي معركة فصائل المقاومة بغزة. على أي حال أرجو أن تتفضل بالبقاء معي ونذهب إلى وجهة نظر أخرى. أرحب بضيفي عبر الهاتف من إسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد. حضرة العميد الأسعد، يعني بعد جدل دار بين أن يكون الاحتلال نفذ عملية اغتيال العاروري بمسيرة أو من نفذ الاغتيال طائرة مقاتلة، انتهى الجدل بأن طائرة مقاتلة هي من اغتالت العاروري. هذا الموضوع سنتحدث به عميد عبد الله الأسعد، ولكن بعد فاصل قصير أرجو أن تتفضلوا بالبقاء معي ضيوفي الأعزاء.
أهلا بكم من جديد. نعود لنستكمل تغطيتنا في اليوم 88 من الحرب الإسرائيلية المتواصلة ضد أهالي قطاع غزة، والموضوع الذي نسلط الضوء عليه بشكل أكبر هو موضوع أو حادثة اغتيال نائب رئيس مكتب حركة حماس صالح العاروري. من جديد مرة أخرى أعيد وأكرر السؤال عليك الخبير العسكري عميد عبد الله الأسعد، يعني وقع جدل ما بين إمكانية أن تكون طائرة مسيرة أو طائرة مقاتلة هي التي قامت بعملية الاغتيال، واستقر الأمر على أن طائرة مقاتلة هي من اغتالت العاروري. السؤال هنا، كيف تصنى للطائرة اختراق المجال الجوي اللبناني لتنفيذ العملية؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. أهلا بك. يعني في الواقع لا غرابة في أن تخترق الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي اللبناني. المجال الجوي اللبناني منذ 4 عقود هو مجال متاح يعني للطائرات الإسرائيلية، ولا يوجد أي نظام دفاع جوي في لبنان يستطيع أن يرد الطائرات الإسرائيلية. حتى عندما كانت قوات الربع العربية موجودة في لبنان لم يكن هناك نظام دفاع جوي يستطيع أن يعني يكون مضاد للطائرات الإسرائيلية. على الأغلب يعني سواء كانت مسيرة أو طائرة مقاتلة، لم يكن لهذه الطائرة المقاتلة أن تستهدف المبنى، بالذات لولا معلومات استطلاعية واستخباراتية دقيقة من قبل السكان المحليين المتواجدين في نفس المكان، وإعطاء يعني التوقيت وإعطاء الأحداث وإعطاء المكان، وربما يعني لو استهدف هذا المكان ولم تكن هناك معلومات دقيقة لما كان مثلا هذا القيادي موجود في تلك المكان. وهذه الحرب الموجودة حاليا يعني ليست وليدة الآن، هناك يعني حرب دائرة ومستمرة تخوضها إسرائيل مع مثلا مع حزب الله ومع الميليشيات الإيرانية. هي اغتالت سابقا، اغتالت مثلا عناد مغنية في دمشق من خلال أيضا اختراقات، اغتالت قاسم سليماني، اغتالت المهندس، اغتالت منذ فترة رضا الموسوي. إذا إسرائيل لديها أجهزة استطلاع، أجهزة استطلاع تقنية بالإضافة إلى من هو موجود يعطيها معلومات في الأرض. اختراق المنظومة الجوية أو منظومة الدفاع الجوي، نعم، هذا ليس غريبا. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي عميد عبد الله الأسعد. من جديد إليك أستاذ صالح لطفي، يعني برأيك هل يمكن أن تختلف كلمة نصر الله عن تلك التي انتظرت طويلا الشهر الماضي وانتهت بضرورة الالتزام بضبط النفس والتعامل بحرص أكبر من المعهود مع استفزازات الاحتلال؟ هل يمكن لكلمة نصر الله المقبلة أن تحمل جديدا؟ أنا لا أتوقع أن تحمل جديد لمجموعة أسباب. على الأقل ما رشح اليوم في الإعلام اللبناني وتناقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأهمية وببالغ الاهتمام حول أن ضبط النفس وأن حزب الله لن ينجر إلى المستنقع الإقليمي الذي تسعى إسرائيل إلى خلقه لتوريط عدد من الدول في حرب إقليمية على مستوى إيران والولايات المتحدة الأمريكية وحزب الله والمنظمات التابعة لإيران. ومن جهة ثانية نحن لاحظنا منذ 8 أكتوبر الفارط إلى يومنا هذا أن حزب الله يمارس مع المؤسسة الإسرائيلية العسكرية معادلة ضبط النفس والتعامل بالمثل في دائرة محددة في منطقة محددة يتقع في إصبع الجليل الأعلى مناطق رأس النكورة وامتدالا إلى الجنوب اللبناني ومزارع شبعة. وبالتالي أنا لا أتوقع أن يكون هناك رد فعل من حزب الله، على الرغم من تصريحات رئيس حزب الله زعيم حزب الله نصر الله في حديثه حول أنه سيكون هناك تكلفة عالية جدا لكل خرق وقتل لأي رجل سياسي على الأراضي اللبنانية. كما تفضل ضيفك الخبير العسكري قبل قليل، قتلت شخصيات نافذة ومهمة جدا في تاريخ بناء القوة الإيرانية وقوة الميليشيات الشيعية في المنطقة، واغتيلت على يد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ولم يكن هناك أي رد فعل يناسب مثل هذه القضية. وبالتالي وجدنا أن هناك من قال أن رد الفعل سيكون على مستوى حركة حماس
في لبنان، ومن ثم فالقضية ستبقى بين لبنان، بين حزب آسف بين حركة حماس تحديدا والاحتلال الإسرائيلي. نعم أستاذ رائد، من جديد إليك، يعني باعتقادكم على المستوى الرسمي في لبنان، ما توقعاتكم لرد فعل الحكومة اللبنانية، لا سيما وأن طائرات الاحتلال انتهكت سيادة لبنان على ما يبدو ونفذت وخرجت من غير أي رد؟ يعني رد فعل لبنان كان واضح من امبارح انه هو استنكروا هذا العمل واستنكروا خرق سيادة لبنان، وبعتقد حتى كما سمعت من وسائل الإعلام انه رفعت شكوى رسمية لمجلس الأمن في هذا الموضوع، وهذا يعني على الغالب هو الرد الفعل الرسمي اللبناني دائما. يعني الحكومة اللبنانية ليست الفاعل الرئيسي فيما يتعلق في الساحة اللبنانية، اعتقد الفاعل الرئيسي في الساحة اللبنانية وتحديدا فيما يحدث على في الجنوب اللبناني وتحديدا في الحدث الاغتيال اللي صار امبارح، اعتقد هو مرتبط بشكل اساسي بحركة المقاومة الإسلامية حماس في داخل لبنان، هذا من جانب، واعتقد في حزب الله. وانا بعتقد انه حزب الله يعني صحيح هو مارس الردود المدروسة من طوال 7 اكتوبر لليوم، يعني هناك كان رد مدروس مضبوط نوعا ما في الجنوب اللبناني، ولكن اعتقد انه يعني هذه الظروف اللي صارت امبارح والظروف اللي بمر فيها القطاع غزه، اعتقد هذه الظروف مختلفه عن الظروف اللي سبقت في اغتيالات شخصيات اخرى سياسيه، اعتقد التوقيت والظروف مختلف تماما. اعتقد انه حزب الله اميل الى الاعتقاد بانه حزب الله سيضرب بضربه قاسيه إلى الكيان الإسرائيلي، ولكن الأمر وتطوره مرتبط أعتقد في ردة الفعل الإسرائيلي لاحقا، وإلى أي مدى يعني أمريكا ستمارس ضغوطها على الجانب الإسرائيلي من أجل ضبط النفس واحتواء هذه الردود، الرد ورد الفعل فيما يتعلق في الجنوب اللبناني. أعتقد أيضا يعني إيران صحيح زي ما ذكرت حضرتك أنه هي مش ممكن أنها تدخل بشكل مباشر، وهذا أعلنته أكثر من مرة، ولكن أنا بعتقد أنه من خلال أحزاب المقاومة سواء في اليمن وفي مناطق أخرى في سوريا وفي العراق وفي حتى الجنوب اللبناني، أعتقد أنه ممكن تزيد من وتيرة هذا الرد الفعل على الكيان الإسرائيلي. أعتقد المنطقة كلها يعني ملتهبة بشكل كبير. نعم، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي. من جديد إليك عميد عبد الله الأسعد، يعني الحديث عن أن طائرات الاحتلال جابت أجواء بيروت طوال النهار حتى لحظة تنفيذ عملية الاغتيال، بما تفسر هذه الطلعات التي استغرقت ساعات قبيل تنفيذ العملية؟ يعني بالنسبة لموضوع الطائرات الاستطلاع، طبعا لابد أن تكون هناك يعني عملية استطلاع. هذه العمليات الاستطلاع الجوية طبعا هي من أجل يعني تثبيت وتحديث الإحداثيات التي طبعا أعطيت لهذه الطائرات من أجل أن يتم يعني اليقين بأن مثلا هذا الهدف هو لحد الآن موجود في منزله، لم يغادر عن طريق مثلا سيارة أو لم يغادر بطرق أخرى، حتى إذا كان طبعا يعني هو يعني كان هناك مثلا طوق أمني حوله أو مرافقة أو تأمين. يعني هو في الواقع ثبت من خلال عملية الاغتيال بأنه يعني مثل هذه الشخصية القيادية، نائب رئيس المكتب السياسي نائب إسماعيل هنية، يجب أن يكون له قوة. لكن يعني نحن الآن في لبنان، طبعا في لبنان ما جرى بالأمس طبعا هو ليس منفصل عن غزة ولا منفصل عن استهداف السفن في البحر الأحمر ولا استهداف قاعدة عين الأسد ولا حتى استهداف أيضا القادة مثلا الموجودين مثل رضا المسلمي الذي قتل في سوريا. هذا كله في دائرة الأزمة. هناك أزمة تدير هذه الأزمة أمريكا وإسرائيل وإيران. يعني هلا الآن أمريكا لا تحيط بكل خيوط الموضوع مثلا في الملاحة البحرية، ألا تعلم موضوع قصف قواتها في عين الأسد في منطقة الشدادة؟ ألا تعلم بكل هذا الموضوع؟ لكن هناك إدارة أزمة، هذه الأزمة لديها هدف نسميه هدف جيو سياسي أو جيو بوليتيكي على المدى البعيد. يعني لا يمكن أن تتوقف مثلا هذه المعارك المتواجدة الآن في المنطقة دون تحقيق الهدف. ونتنياهو يعلم
بانه يعني بان هناك يعني ضغط يجب ان يقف مثلا عند حد معين، لكن هناك مخطط كبير. هذا المخطط الكبير تم بدأه من عام 2006 عندما يعني بدأت الحرب في تموز 2006 وامتدت حتى الآن. هذه المنطقة أصبحت الآن مشتعلة من أجل ترتيب جديد، يعني الآن مثلا غياب الدولة في 4 عواصم عربية هذا مخطط له من ضمن الشرق الأوسط الكبير، ويقوم برعاية هذه الأزمات طبعا دول. ولا شك بأنه سيأتي يوم أن يعني توزيع فصص الكعكة أو أقسام الكعكة بين إيران وبين إسرائيل وبين أمريكا، هذا يعني لا بد منه نهائيا. وأيضا موضوع مثلا تغيير خط الملاحة، طبعا تعلم به أمريكا وتعلم به إيران، واستخدام سفينة حربية إيرانية بعلم أمريكا، وأمريكا هي التي تسمح مثلا قدوم مثلا سفينة إيرانية إلى منطقة البحر الأحمر، واجتازت الآن هي باب المندب وأصبحت موجودة معنا. عميد عبد الله الأسعد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا، سأعود إليك على أي حال بأسئلة أخرى. من جديد إليك أستاذ صالح، يعني من المعروف أن صالح العروري هو مهندس المقاومة في الضفة الغربية كما يقال، هل أنهى الاحتلال المقاومة في الضفة باغتيال العروري؟ طبعا لا، يعني احنا أمامنا تجربة طويلة جدا من علاقة الشد بين ساكنة الضفة الغربية عموما والمقاومة على وجه الخصوص، وبين الاحتلال الإسرائيلي. ابتدأت في عام 1988 من انطلاقة الانتفاضة الأولى، ولا تزال إلى هذه اللحظات بكل تداعياتها السياسية والأمنية والجهادية والعسكرية. صالح العروري هو واحد ورمز من الرموز التي استشهدت في مسيرة النضال الفلسطيني والجهاد الفلسطيني، ولا أعتقد أن هناك فراغ، قد يحدث فراغ مؤقت في حجم وقامة هذا الرجل، لكن واضح جدا أنه سيرثه من سيرثه في هذه القضية. معلوم أن الضفة الغربية بعد الانشقاق والانقسام الذي حدث في عام 2007 بين حركتي حماس وفتح أدى إلى إجهاض العمل الجهادي في الضفة الغربية وارتفاع يد السلطة بشكل كبير، لكن نحن نلحظ في السنوات الخمس الأخيرة على وجه الخصوص وتحديدا في السنوات الثنتين الأخيرتين ارتفاع لوتيرة الجهاد، ونلحظ أيضا في المقابل حجم التغول الإسرائيلي بجيشه ومخابراته اليومية في مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية. وبالتالي فقدان مثل هذا القائد صحيح سيحدث نوع من الفراغ، لكن لا أتوقع أن يكون فراغا طويلا. نعم سيد رائد، الاحتلال الإسرائيلي يريد خلط الأوراق، سؤالي إليك، هل تعتقد أن نتنياهو وجد طوق نجاة وانتصار زائف يسوقه في الشارع الإسرائيلي الغاضب باغتياله العروري؟ بشكل مؤقت صحيح، زي ما ضيفك السيد صالح حكى، بشكل مؤقت قد يحتفل الشارع الإسرائيلي في هذا الاغتيال، ولكن تبعات هذا الاغتيال ما زالت غير ظاهرة حتى يعني نتأكد أنه هذا فعلا هو انتصار على في العدوان، سواء على قطاع غزة أو على حماس تحديدا أو لا. أنا بعتقد يعني ما زالت الأحداث في تصاعد حتى نسمي ما حدث هو انتصار فعلا لحكومة نتنياهو أو لا. وفي كل الحالات يعني اغتيال شخصية ليس تقليلا من الشيخ صالح، بالعكس الشهيد صالح كان له دور فاعل في الجناح العسكري في الضفة الغربية وتفعيله، ولكن في جميع الحالات اغتيال شخصية قيادية فلسطينية أنا بعتقد لن يؤثر على مسيرة المقاومة الفلسطينية، ولم يؤثر على مسيرة النضال هذا ما أثبتته التاريخ كلياته. أنا بعتقد في انتظار ردة فعل حزب الله وما ينتج عن هذه ردة الفعل، هل إسرائيل مستعدة لردة فعل قاسية أصلا من قبل حزب الله؟ هل ستكون ردة الفعل في استهداف مدن إسرائيلية في الداخل أو لا؟ حجم هذه ردة الفعل بعتقد كل ما زلنا في انتظاره لحتى نشوف يعني هل فعلا ما قام به نتنياهو هو يعتبر انتصار في الشارع الإسرائيلي أو لا. ما زلت تراهن سيد
سيد رائد، على أن يكون هناك ردة فعل لحزب الله، وقد وعد نصر الله يوما بضرب حيفا، لكن غزة ومقاومتها من ضربت حيفا وتل أبيب وليس نصر الله أو حزب الله. على أي حال أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أنت والضيوف الكرام، نتابع هذه المادة ومن ثم نواصل التغطية، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في اليوم 88 من الحرب المتواصلة على قطاع غزة، وفي هذه التغطية نناقش حدث اغتيال صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس. من جديد إليك عميد عبد الله، يعني العاروري كان قادما من إسطنبول في يوم اغتياله بحسب بعض المعلومات، ما يعني أنه مر بمطار بيروت، هل تعتقد أن رصد العاروري بدأ من لحظة دخوله المطار؟ هل هذا وارد؟ نعم وارد بالتأكيد، يعني هذه الملاحقة الأمنية طبعا ليست يعني وليدة اللحظة. لبنان في ظل هذه الفوضى التي يعاني منها طبعا هناك كثير من الخروقات، يعني في لبنان وفي كل اماكن تنتشر فيها يعني هذه الميليشيات، يعني حتى الان ضمن يعني ضمن نطاق عمليه في كل اماكن، قامت الان هذه الميليشيات حزب الله بتسريح عدد كبير جدا من المقاتلين الموجودين ضمن صفوفها، بحجه انهم متعاملين مع دول اجنبيه، وحتى يعني في مجال عملها الميداني ابعدت الكثير، حتى لو لم تصرحهم ابعدتهم عن مواقع العمل الحساسه بحجه ان هؤلاء يتعاملون مع دول اجنبيه ويؤثرون على الامن. في الواقع يعني الاضطرابات الموجوده في الداخل، نحن لاحظنا كثيرا يعني من في لبنان غياب امني كبير جدا، هذا يعني كما قلت يعني في بدايه الحلقه استمر منذ 4 إلى 5 عقود، يعني اغتيالات، قتل، عدم مسؤولية، تفجير مرفأ بيروت، وكثير من يعني من الفساد الذي ينتشر طبعا هو نتيجة وجود قاعدة يعني خصبة لأن يكون هناك عملاء لإسرائيل، ويعني هذه المنطقة المربعات الأمنية التي تقيمها أو يقيمها حزب الله في الضاحية الجنوبية يعني يجب أن تكون محصنة تحصين كبير جدا وبعيدة عن الأنظار، وهناك نوع من أنواع العمل الاستخباراتي أو الإخفاء، يعني إخفاء هؤلاء القادة عن أنظار العدو، وفي أمكنة لا يمكن حتى يعرف أنه مثلا صالح العاروري موجود في هذه المنطقة أو غيره من القادة يعني. نعم. وطبعهم يعني إسرائيل اغتالت مثلا خليل أبو جهاد، خليل الوزير في تونس، طبعا عن طريق يعني معلومات اغتالت يعني كثير من الذين كانت تعتبرهم إسرائيل مهندسين للعمليات الحربية في الداخل، في الضفة، في القطاع، في غزة. فلذلك يعني المطلوب أنه يتم تحصين هؤلاء القادة بعيدا عن الأنظار. ابقى معي أستاذ عبد الله. من جديد إليك أستاذ صالح، هل اغتيال العاروري سيغير المعطيات على الأرض في غزة؟ بمعنى هل ستسكت الصواريخ ويتوقف حرق الميركافا؟ هل باغتيال العاروري سيعود المحتجزون في غزة إلى إسرائيل؟
من الصعوبة المكان الحديث عن هذا الموضوع لسببين أساسيين. من خلال المتابعة الدقيقة لتطورات الحرب في غزة، يمكن القول أن الاكتفاء الذاتي العسكري والتقني في غزة موجود إلى هذه اللحظات، ومن ثم فاعتماد المقاومة على الخارج في اعتقادي هو ضئيل جداً من هذا الباب، لأنه بتصوراتي أن المقاومة في غزة أخذت بالاعتبار، حسبت هذا الحسبان، انقطاع العلاقات، اغتيالات إلى آخره. السبب الثاني في اعتقادي أن المقاومة في لبنان طورت من أدواتها وأساليبها على مدار سنوات، واستطاعت اختراق بين شطائر المنظومة الأمنية الإسرائيلية، كما اخترقت المنظومة الأمنية الإسرائيلية حماس في فترة ما. وبالتالي نحن أمام معركة أسميها دائما معركة الشد على العض على النواجذ بين الطرفين، والأكثر صبرا هو الذي سينتصر في هذه المعركة. نعم. الآن من جديد أعود إليك أستاذ رائد. يعني اللافت أن نتنياهو بعد الإعلان عن اغتيال العروري وجه حكومته بعدم الإدلاء بأي تصريح، بما تفسر مثل هذا القرار الصادر عن نتنياهو؟ يعني هو بدوش تصريحات من وزراء إسرائيليين فيما يتعلق في يحمل إسرائيل مسؤولية ولو بشكل رسمي عن الاغتيال الشيخ صالح، خاصة أنه ناطق باسم الحكومة يعني أنكر أنه هناك تبني من قبل الحكومة الإسرائيلية لها عملية الاغتيال. فهو بدوش يزيد حاله في ورطة أكثر فيما يتعلق في التبني الرسمي لهذه العملية، وخاصة أنه في سوابق عنده في حكومته سابقا في أكثر من حدث فيما يتعلق بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين كانت متناقضة، وحملت إسرائيل يعني انتقادات من هنا وهناك. عودة ل وضروري أعود على كلمتك المراهنة على حزب الله، أنا لا يعني الشعب الفلسطيني لا يراهن على 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 لا على العالم العربي ولا على الأحزاب ولا، ولكن أنا ذكرت في بداية اللقاء معك أنه قلت لك أنه في فشل عسكري إسرائيلي في غزة في تحقيق أهدافه في قطاع حماس، وهناك صمود في المقاومة، والمقاومة زي ما حكى شيخك من ضيفك من أم الفحم لا تعتمد في مقاومتها واستمرارها وصمودها في قطاع غزة، لا تعتمد على الخارج. أنا لكني أقرأ الأحداث من قبل حزب الله تحديدا، إذا أنا بقرأ وأحلل هذا الموقف، حزب الله إذا لم يرد بالحجم المطلوب وبحجم الحدث على الاغتيال اللي صار، هذا يعني الضرر في مصالح حزب الله نفسه تحديدا لأكثر من سبب. أولا أنه هذا يعطي نفس لإسرائيل للتمادي أكثر وأكثر على موضوع الجنوب اللبناني وعلى حزب الله، مما سيضر بحزب الله نفسه، وتحديدا لأنه كانت إسرائيل قبل ضربة واغتيال الشهيد صالح كانت تتكلم عن مطالبة بعودة حزب الله إلى ما بعد الليطانة. يعني هناك في نفس سياسي إسرائيلي متطاول ومتمرد على حزب الله، هذا من جانب. من جانب ثاني يعني وجود حزب الله والحاضنة الشعبية لحزب الله في لبنان ولدى أحزاب المقاومة في المنطقة، أنا بعتقد كلها هي ضروريات من يعني أشياء أساسية بتحتم عليه أنه يرد. هسا إذا ما ردش هذا موضوع برجع له، ولكن أنا أقرأ واقع الحزب، واقع التصريحات الإسرائيلية تجاه الحزب حزب الله، واقع التهديدات الإسرائيلية القادمة على حزب الله في حالة عدم الرد، لذلك أتوقع أن يكون الرد يعني بحجم الحدث. أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذ رائد. الآن من جديد إليك عميد عبد الله. يعني شهدنا حوادث اغتيال سابقة، مر أصحابها بالمطار قبل اغتيالهم، مثل النائب حبران توني واللواء سامي الحسن والنائب أنطون غانم. السؤال هنا، هل المطار في لبنان مخترق أم أن هناك من أراد أن ينهي خدمات صالح العاروري؟ يعني في الواقع هو من يسيطر على لبنان هو حزب الله. يعني في الواقع حزب الله كان دويلة ضمن دولة، الآن أصبح لبنان يعني دويلة وأصبح حزب الله هو الدولة. يعني كل مفاصل يعني الأمن العام، مدير الأمن العام مثلا يعني هو من حزب الله ويتبع لحزب الله، وكل المدراء في المؤسسات الدولة. يعني الآن يعني تجد أن لبنان بلا رئيس، يعني رئيس حكومة تصريف أعمال، هذا كله يؤثر على الوضع، وضع البلد، على البنية التحتية للبلد سياسيا واقتصاديا وعسكريا واجتماعيا وحتى يعني نفسيا.
لبنان الآن يعاني من مشكلة ابتلاع الدولة من قبل حزب الله. حزب الله الآن يعني طبعا يعني لا يعترف بلبنان، حزب الله لا يعترف بلبنان، حزب الله يعترف بأنه هو يتبع مباشرة إلى الدولة الإسلامية في إيران. وطبعا نتيجة هذه الفوضى، نعم لبنان مطار لبنان الدولي، طب بيروت الدولي مخترق، مؤسسات لبنان كلها مخترقة، الجيش مخترق، الأمن مخترق. طبعا نتيجة يعني التبعية، هذه التبعية أصبح كل عنصر يعني هو صاحب قرار لنفسه، أصبح يعني يقوم بعقد صفقات وغير ذلك. فلذلك وجدنا في لبنان طبعا منذ فترة خلية كاملة كانت هي عملاء الإسرائيل في الضاحية في الجنوب اللبناني في كل لبنان. هذا يعني عداك على أنه أصبح هذا الجهاز مهتك وغير قادر على تحسين الأفراد وتحسين المنشآت أيضا. يعني هناك شيء أمني، هذا بحث طويل جدا يتعلق أمن الأفراد، أمن المنشآت، أمن المعلومات، أمن هذا كله، حتى الأمن السيبراني يعني. نعم، أي ذلك جيدا. على أي حال عميد عبد الله الأسعد، أرجو أن تتفضل بالبقاء معي، سأعود إليك بسؤال أخير بعد قليل. من جديد إليك أستاذ صالح، يعني كبير مستشاري نتنياهو صرح عقب عملية اغتيال العاروري أن حكومته لم تعلن مسؤوليتها عن هجوم بيروت، وأن الهجوم لم يستهدف الحكومة اللبنانية ولا حزب الله. ماذا تقرأ في طيات مثل هذا التصريح؟ تماما، هذا تصريح باعتقادي تصريح سياسي من الدرجة الأولى، ومتفق عليه على المستويات الأمنية والسياسية الحاكمة الآن في إسرائيل والتي تدير الحرب على أهل غزة وقطاعها. جاء هذا ليحقق بعض القضايا الأساسية المتعلقة في تصريف أعمال المؤسسة السياسية العسكرية على مستوى الداخل، على مستوى المجتمع الإسرائيلي، وعلى مستوى إدارة الحرب في قطاع غزة، ومن ثم خارج القطاع أي على المقاومة. هذه رسائل ثلاثة. الرسالة الأولى كانت لحزب الله نفسه بأنه إحنا استهدفنا المقاومة حماس وليس حزب الله. وبما أن الأرض كما تفضل ضيفك الكريم اللواء من تركيا لبنان مستباحة، فهي أيضا مستباحة لإسرائيل، ونحن لم نستبح الحيز حزب الله ولا الميليشيات التابعة له، وبالتالي كأنهم يعتذرون لحزب الله عن هذا العمل أنهم قاموا به في ضمن الحرب القائمة. وإذا كان ولا بد من ردود أفعال، فيجب أن تكون ضمن السياق المتفق عليه منذ 8 أكتوبر. الرسالة الثانية هي رسالة لإيران، وستكشف الأيام القادمة عن ما حدث اليوم في إيران من انفجارات أودت بأكثر من 50 شخص. هل هي تقف ورائها الموساد الإسرائيلي، خاصة وأن رئيس الموساد اليوم في تأبين أحد قيادات الموساد قال بشكل صريح واضح وصريح أن كل أم عربية ابنها قام بالحملة العسكرية في 7 أكتوبر يجب أن تتحمل دم ابنها، مما يعني أن الحرب هذه مفتوحة. وقد تكون هذه رسالة لإيران، وقد تكون رسالة نحن للفلسطينيين وخاصة أهل غزة، وقد تكون رسالة أيضا للعالم العربي وخاصة مصر التي يبدو فيما يبدو تلعب دور كبير جدا الآن في المرحلة الأخيرة أو الصفحة الأخيرة من هذه الحرب. أستاذ رائد، يعني موقع والا العبري نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الاحتلال لم يبلغ الإدارة الأمريكية نيته قتل العاروري، هل تعتقد أن هذا سبب تأجيل بلينكين زيارته إلى تل أبيب، أم أن وراء التأجيل أسبابا أخرى؟ أنا بعتقد أنه في هناك أكثر من تصريح أمريكي قرأناه على وسائل الإعلام في أنه بيبعد اطلاع الإدارة الأمريكية على العملية العسكرية، ولكن لا يستبعد إبلاغهم بآخر بالعملية في وقت العملية، وبعتقد هذا اللي خلى بلينكين أنه يأجل زيارته. في المقابل شفنا بلينكين في 7 أكتوبر كيف أجا يركض على إسرائيل من أجل التضامن مع الكيان الإسرائيلي. أعتقد أن الإدارة الأمريكية يعني هي وين بلغت في هذه الجريمة بآخر وقت، ولكن أنا لا أعتقد أنه الإدارة الأمريكية ستكون راضية عن هذه العملية، خاصة في هذا التوقيت بالذات. صحيح أنه الشيخ صالح هو أيضا مطلوب عند أجهزة الأمن الأمريكية
وتعرض جوائز ماليه حتى للوصول له، ولكن توقيت هذه المناسبه اعتقد لا يخدم المصالح الامريكيه ولا يخدم الشرق الاوسط. يعني مش كثير انا شايف انه امريكا راح تكون سعيده في اتساع رقعه الصراع بالشرق الاوسط، خاصه انه كان في هناك جهود دبلوماسيه امريكيه فرنسيه حتى مع الجانب اللبناني، وفي موضوع التهدئه على 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 الجنوب اللبناني خاصة. وتنساش أنه أيضا في هناك بوادر، ماشي نقول بوادر أزمة علاقة، ولكن بوادر في اختلافات عديدة ما بين إدارة بايدن ونتنياهو فيما يتعلق في إدارة العدوان على قطاع غزة، والإدارة أيضا الحرب على في جنوب لبنان. يعني بتوقع جدا أن تكون أن تأخذ الإدارة الأمريكية خطوات ضاغطة أكثر على الحكومة الإسرائيلية في الأيام المقبلة من أجل احتواء الموقف وضبط الناس، وحتى بجوز من أجل حتى التسريع في انتهاء العمليات العسكرية ضد قطاع غزة. عميد عبد الله الأسعد، باختصار لو سمحت، يعني هل تعتقد أن الاحتلال استطاع باغتيال العاروري خلط أوراق الحرب في غزة؟ أكيد هي غزة، يعني هي غزة هي العمود الأساس الذي طبعا يجعل من إسرائيل أن تصرخ وتصيح. الواقع تأثيرات الميدان في غزة هي الجهد الرئيسي الذي يقصم ظهر إسرائيل، وما تبقى من رتوشات من قصف من جنوب لبنان ومن البحر الأحمر وغير ذلك، هذه عبارة عن استعراض قوة، وهي عبارة عن إثبات وجود لإيران، لأن هؤلاء كلهم أدرع إيران في المنطقة. ليس الغاية من أعمالهم هي نصرة لغزة في الواقع، وإنما هي عبارة عن يعني إثبات وجود لإيران بأنها إيران موجودة وستحقق وجود جيوسياسي في المنطقة أبعد من النصرة لغزة. غزة في الداخل صامدة وقوية ولن تتأثر ب يعني ولو كان خسارة مثلا صار العروري، لكن الفلسطينيين متعودون على موضوع يعني فقدان قيادات ويعتبرونهم شهداء. من اسطنبول الخبير العسكري العميد عبد الله الأسعد، شكرا جزيلا لك. إليك الآن أستاذ صالح بعجالة لو تكرمت. يعني الأستاذ رائد يرى بأن أمريكا ربما على الأقل في هذا التوقيت غير راضية عن قيام الاحتلال باغتيال العاروري، وربما يكون لعدم رضاها هذا تبعات كما يرى الأستاذ رائد. لكن صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن اغتيال العاروري سيكون ضمن هجمات سرية ينفذها الاحتلال ضد المقاومة. إذن أستاذ صالح لطفي، هل هناك تنسيق؟ أستاذ صالح تفضل. اعتقادي أن مقتل العاروري هو المرحلة الثالثة التي نادى بها الجيش الإسرائيلي القيادة السياسية للشروع بها، على اعتبار الشروع من خلال الموساد والأجهزة الأمنية المختلفة في استهداف القيادات السياسية والعسكرية في الخارج. وأمر ثاني في اعتقادي، وفقا لما قالته وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس ليلا بعد اغتيال العروري، بأنه كان الحجر العثرة الكأداء في المفاوضات في قطر فيما يسمى مسألة الرهائن والخطوط الحمر التي وضعتها المقاومة في غزة. في ذلك أرى أن اغتياله كان تنسيقا أمنيا عالي المستوى بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقد تكون هناك أطراف الأيام ستكشف عنها، ومن ثم فاغتياله كان اغتيالا مقصودا بامتياز. نعم. أستاذ رائد، باختصار أيضا لو سمحت، في تحليل اغتيال العروري وضع الاحتلال هدفا لتسويق نفسه من خلال العملية أمام جماهيره. السؤال هنا، هل الشارع الإسرائيلي مقتنع بما حققه نتنياهو؟ تفضل. يعني أنا لست على اطلاع في رؤية الشارع الإسرائيلي، ولكن استطلاعات الرأي قبل عملية الاستشهاد العروري بتشير أنه معظم الشارع الإسرائيلي ونسبة ضئيلة جدا يعني تؤيد بقاء أو رئيس الحكومة نتنياهو في الحكومة. هذا من جانب. من جانب ثاني، قد يكون زي ما حكيت لك هو فرح مؤقت لدى الشارع الإسرائيلي، ولكن
قد يكون تبعات أخرى. واسمح لي أعلق على موضوع الانتقال للعمليات الجراحية وما تسمى بالعمليات الجراحية اللي طلبتها أمريكا من إسرائيل. أمريكا طلبت تغيير حدة الصراع والعدوان على قطاع غزة من عمليات مكثفة إلى جراحية، ولكن لم يكن المقصود خارج قطاع غزة، هذا من جانب. من جانب آخر، أمريكا بعتقد أكثر ما يخوفها من العدوان على قطاع غزة هو اتساع رقعة العدوان في الشرق الأوسط، مما يهدد مصالحها في الشرق الأوسط. من أم الفحم الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني أستاذ صالح لطفي، شكرا جزيلا لك. كما أشكرك ضيفي عبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي رائد أبو بدوية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، بهذا نصل وإياكم إلى ختام تغطيتنا لهذا اليوم. دائما وأبدا ظلوا في عناية الله، إلى اللقاء.